السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. هنكتب النهاردة شباب بخط النسخ، هنكتب آية قرآنية عظيمة، أتمنى تركز مع حركة سير القلم في البداية. هنكتب على السطر ده وبعد كده هنشرح كتبنا الآية الكريمة إزاي على السطر التاني. ركز معايا في البداية، هنكتب كده: ستجدوني إن شاء الله صابرة. هي طبعا جزء من آية، ستجدني إن شاء الله صابرا. تعالوا نشوف احنا كتبناها ازاي، ركز مع حركة سير القلم. السين والتاء والجيم والدال، بناخدها ايه؟ بناخد الكلمة على انها مقاطع داخل السطر او على السطر. لو بدأنا هنا حرف السين، حرف الجيم ده هينزل اسفل سطر الكتابة، فلذلك هنبدأ من فوق شوية. لو ده سطر الكتابة بتاعنا فهنبدأ من فوق شوية. حرف السين عبارة عن رقم 7 اهو، رقم 7 بالشكل ده كده، ثم حركة من هنا كده وبنطلع برضو ايه كأننا طالعين كده اهو. دي طبعا الكتابة العادية بالقلم العادي او بالقلم الجاف. ومن هنا كده هنمشي لقدام شوية وهناخد تمهيد لحرف الجيم، التاء وبعد كده الجيم، وبننزل هنا كده حركة اها، ثم من هنا كده حركة كده وبنطلع لأعلى. تمام، النقطتين هنا، النقطة هنا، بعدين حرف الدال بالشكل ده كده. تمام، حرف النون مع الياء له شكلين، هنجيب الشكل التاني برضو دلوقتي لما نعرف الشكل الاولاني. حرف النون مع الياء بنعمل رقم 1 اعلى سطر الكتابة بالشكل ده كده، ثم من هذه المنطقة حركة كده، ثم رجوع، واسفل سطر الكتابة بنلف دوران بالشكل ده كده. ستجدني ان شاء الله، بنسيب مسافة صغيرة، وبعد كده بنعمل حرف الالف اهو. لو جيت بصيت هنا حرف الالف على نفس الارتفاع بتاع حرف الدال، لأن احنا بدأنا حرف السين مع التاء مع الجيم، أو حرف السين بدأناه من فوق شوية. حرف النون عبارة عن رقم 1 أعلى سطر الكتابة، ثم دوران أسفل سطر الكتابة بالشكل ده كده. أنا أتمنى ما حدش يكتب ورايا، اكتب بعد ما أخلص كتابة. النقطة بتاعتنا ما بتتحطش هنا، النقطة بتاعت حرف النون بتتحط مع التقاء الشكل ده بالشكل ده، والحركة دي مع الحركة دي، البداية مع النهاية. والهمزة بتاعتنا عبارة عن رقم 2 بالشكل ده كده اهو، ثم حركة اه. في البداية هتكتب ببطء وبعد كده تكتب بسرعة. انشاء حرف السين او الشين زي ما جبناه هنا كده، بنسيب مسافة برضو ونعمل حرف السين عبارة عن رقم 7 سنة، وبنطلع برضو لفوق بالشكل ده كده، ثم من هنا كده بنرتفع لأعلى. ركز معايا ان ارتفاع الاعلى من هنا كده عشان نجيب حرف الالف متجه ناحية اليسار قليلا من أعلى، ثم الهمزة بتاعتنا رقم 2 زي ما اتفقنا، ثم من هذه المنطقة حركة أهي، وبنلمس سطر الكتابة هنا، يعني بنلمس سطر الكتابة هنا وبنلمس سطر الكتابة في الآخر. ستجدني إن شاء الله، لفظ الجلالة بتاعنا حرف الألف أهو، ثم حرف اللام مع اللام مع الهاء اللي هو شكل معين في جميع الخطوط العربية. يبقى من هنا كده حركة اهي، ومن هنا كده بنرتفع لأعلى، ومن هنا كده بنطلع لفوق، أو من هنا كده بننزل لتحت، الاتنين واحد زي ما تحب أنت تعملهم. ومن هنا كده حركة للأمام، من هنا الجزء ده أوسع شوية من الجزء ده، ومن هنا كده حركة كده، ثم حركة للأسفل، وحركة كده، وحركة الأعلى قبل النهاية بحاجة بسيطة. تمام؟ ستجدني إن شاء الله
صابرا. حرف الصاد عبارة عن حركة كده أسفل سطر الكتابة، ثم من هنا كده حركة بالشكل ده كده، ومن هنا دوران بالشكل ده. ما لمسناش سطر الكتابة لسه، هنلمس سطر الكتابة فين؟ هنا أهو. ومن هنا كده قنطرة بنرتفع لأعلى، الصاد مع الألف. الباء مع الراء ممكن نجيب حرف الباء كده، ومن هنا كده حركة ثم حركة للأسفل. لو جينا نبص هنا هنلاقي هنا ارتفاع وكأنك ايه باصص لفوق، ثم حرف الألف بيتكرر معانا تاني اهو بالشكل ده كده. ستجدني إن شاء الله صابرا. تعالوا نعمل ايه، ناخد حرف السين مع التاء مع الجيم والدال. هناخدها بشكل السين اهو، وبناخد كشيدة، وهنعمل نفس اللي عملناه هنا اهو تمام. ومن هنا كده ارتفاع الاعلى بالشكل ده كده، ثم حرف الدال بالشكل ده. يبقى ده الشكل ده صح، والشكل اللي فوق برضو ايه برضو صح. خليك معايا، حرف النون اللي هي ان الالف مع النون، ممكن ناخد الشكل ده كده حركة كده، وأسفل سطر الكتابة بنمشي بالشكل ده كده، بناخد حرف النون كشيدة تمام. صابرا الصاد ولو إنها مش مستحبة قوي، وبنطلع لقدام كده. لو عندنا مساحة بقى ممكن ناخد إيه الصاد مع الألف أهو، مع إنها مش مستحبة. الباء مع الراء لها شكل آخر، الباء مع الراء بالشكل ده كده زي ما جبناها أهو، ولها شكل آخر اللي هي كده، ممكن نجيبها حرف باء مع الراء بالشكل ده كده، ونحط النقطة بتاعتنا هنا تمام يا شباب. عايزك تكتب مرة واثنين وثلاثة وعشرة، خطك مش هيتحسن في ثانية، خطك هياخد وقت عشان يتحسن. تحسنه ازاي؟ تحسنه ان انت تشاهد فيديوهات قناتنا على اليوتيوب بقناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. تاخد تدخل قوائم التشغيل في القناة، وتبحث عن أي دورة أنت محتاجها، دورة خط النسخ بالقلم العادي أو دورة خط الرقعة بالقلم العادي، وتبدأ تتابع معانا الدروس وتكتب معانا بشكل بسيط، وتكتب معانا براحتك خالص، ما تتسرعش في الكتابة. حاول إن أنت، في برضه نقطة هنا عايز إيه أقول عليها، حرف السين بيكون تحته السين الايه اللي هي الشكل ده كده، اللي هي التشكيله بحرف السين بتكون بالشكل ده كده اهو اهو تمام. انما حرف الشين ما ينفعش، حرف الشين اعمل حرف شين واجي تحته اعمل اللي هي التشكيله بتاعت حرف ايه بتاعت حرف السين. كذلك حرف الصاد ممكن ناخد تحته التشكيله بتاعت حرف الصاد، انما ما ينفعش حرف ضاد ونحط تحته تشكيله حرف ايه الصاد. بكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى اي حد شاهد الحلقه للنهايه انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان توصل فيديوهاتنا اللي يقدر من خلالها يحسن خطه معانا بسهوله. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم محمد ابو المجد من قناه عشاق الخط العربي على اليوتيوب. مع السلامه.